بيان إلى الرأي العام. لقد أصبح الشرق الأوسط ساحة للتدخلات الواسعة والهجمات الوحشية والمذابح بحق شعوب المنطقة، حيث كانت هذه المنطقة مهد الحضارات على مر العصور، وقد أصبحت محط صراع القوى الاحتلالية العالمية. ولعل خير مثال على هذا الصراع هو مدينة عفرين التي تم احتلالها نتيجة هذه الصراعات. عفرين التي صمدت في وجه القوى الاحتلالية وترسانتها العسكرية لمدة 58 يوماً بصغارها وشبابها وكبارها، وما زالت هذه المقاومة مستمرة ضمن مخيمات النزوح كما هي مستمرة داخل أرض عفرين المحتلة. لقد تم تهجير أهالي عفرين الذين تركوا أراضيهم وحقول الزيتون من أجل حماية أطفالهم إلى أراضي الشهباء. وبالرغم من النزوح، ما تزال هجمات المحتل مستمرة بشكل يومي، حيث تستمر الممارسات اللا إنسانية تجاه شعبنا الصامد. هذه الممارسات التي ينفذها المحتل التركي على مرأى ومسمع من القوى العالمية والأمم المتحدة التي تغض الطرف عن هذه الممارسات. فمذبحة مدينة تلرفعة التي راح ضحيتها 8 أطفال، وكذلك استشهاد الطالبة زينب التي كانت تبلغ من العمر 14 عاما من قرية كلوتي التابعة لناحية شيروة، خير دليل على هذه الممارسات الوحشية بحق شعبنا وأطفاله، والتي تعبر عن مدى تغاضي الأطراف الدولية عن محاسبة القوى الاحتلالية وممارساتها بحق شعبنا. إن العملية التربوية والتعليمية مستمرة في الشهباء، وذلك برغم الظروف الصعبة والقصف اليومي الذي يستهدف المدارس التابعة لهيئة التربية والتعليم في الشهباء. ومع مرور الذكرى الرابعة لاحتلال عفرين، ورغم ظروف الشتاء القاسية، ما زال شعبنا صامد في مخيمات النزوح متمسكا بحقه بالعودة إلى أرضه، ومحاولا إيصال صوته إلى المنظمات العالمية المعنية بالملف السوري وبدون فائدة مرجوة. حيث بتاريخ 20/1/2022، ومع ذكرى احتلال عفرين، قامت القوى الظلامية بالهجوم على سجن غويران ومحاولة تحرير مرتزقتها من قبضة قوات سوريا الديمقراطية، حيث أفشلت قواتنا هذه المحاولة، مما استدعى من داعميهم المتمثلة بالدولة التركية للتدخل وقيامها بهجمات وقصف عبر طائراتها ومرتزقتها على عموم مناطق مخمور وشنغال وعموم مناطق شمال وشرق سوريا من ديرك حتى عفرين، حيث استهدفت قذائف المحتل التركي المدارس والمدنيين في الشهباء. وقد طال القصف كل من قرى شيروة وقرى أمحوش ونيرابية ووردية وكذلك مدرسة قرامل، مما اضطرنا إلى إيقاف التعليم في هذه المدارس حفاظا على أرواح طلابنا. باسم هيئة التربية والتعليم في إقليم عفرين وباسم جميع المعلمين والطلاب والتلاميذ، ندين ونستنكر بأشد العبارات استهداف المرتزقة والمحتل التركي للمدارس، ونطالب هيئة الأمم المتحدة بالتدخل لإيقاف هذه الممارسات الوحشية ومحاسبة المسؤولين عنها. نحن كمعلمين عفرين المتواجدين حاليا في مقاطعة الشهباء ندين ونستنكر هجمات الاحتلال التركي على مقاطعة الشهباء، وبالذات هذه الهجمات التي تستهدف المدارس، والهدف من هذه الهجمات هي النيل من إرادة الشعب الموجود، إرادة الشعب العفريني الموجود في مقاطعة الشهباء، إضافة إلى كسر إرادة أطفالنا وطلابنا الذين يتعلمون بلغة الأم. ولكن هذه الممارسات لن تكسر هذه الإرادة، بالعكس تزيد من إرادة أطفالنا وطلابنا في التعليم لغة الأم، حيث يريد أطفالنا بهذه الإرادة أن يكسروا شوكة المحتل، وبأنهم سيقفون دائما إلى جانب لغتهم الأم، وأنهم فخورين بأنهم يتعلمون بلغة الأم. نناشد منظمات الدول وحقوق الإنسان لإدانة استهداف المدارس والجرائم البشعة التي ارتكبت بحق الأطفال في مدارسنا، وإجبار الأطفال لعدم ممارسة أبسط حقوقهم ألا وهو التعليم. الاعتداء جاء جراء خسارة تنظيم داعش أمام قوات سوريا الديمقراطية في الحسكة. بهذه الخسارة لجوا إلى استهداف المدارس في جميع شمال وشرق سوريا.